تعالوا نروح بسرعه نتفرج على النادي الاهلي ونتفرج على كلام نجومه، لانه خلاص العد التنازلي لمباراه العوده للدور نصف النهائي، الاهلي ومازيمبي. الاهلي تعادل خارج ملعبه بدون اهداف، ودي نتيجه فخ لاي فريق سواء داخل ملعبه او خارج ملعبه. وبعود وبكرر وبقول وبنبه، المباراة يوم الجمعة مباراة صعبة جدا. المباراة ستقام الساعة 10 مساء، وتم إبلاغ الأندية الناديين سواء الأهلي أو نادي مازيمبي بعد تغيير التوقيت في مصر. فأعتقد مباراة ليست بالسهلة على الإطلاق، وعلى لاعيبة النادي الأهلي ياخدوا المباراة بتركيز 150%. الأخبار الجيدة بتتتالى بعودة المصابين، الحمد لله لم يبقى إلا ياسر إبراهيم، إن شاء الله ينضم للتدريب الجماعي عقب المباراة مباشرة. مروان عطية دخل النهاردة في التدريب الحمد لله، والأمور بتسير بشكل جيد. مين يلعب مين ما يلعبش ده اختيارات مارسيل كولر. هرجع نبه وهقول النهاردة كذا مرة وهقول بكرة كذا مرة، مباراة صعبة جدا جدا جدا، وعلى النادي الأهلي أنه ياخد المباراة بمنتهى الجدية وبمنتهى الإصرار، وأنه يحاول ينهي المباراة دي مبكرا. أنتوا عارفين المباراة دي ما فيهاش وقت إضافي، في حالة نهاية المباراة بالتعادل بدون أهداف بنلجأ إلى ضربات الترجيح مباشرة. فأنا هفضل أنبه وهفضل أقول خلي بالكو المباراة دي في غاية الأهمية، الفرقة دي بتلعب خارج ملعبها أفضل مليون مرة من ملعبها، الملعب حلو، الإضاءة حلو، الجمهور، الأجواء، الدنيا كويسة جدا، التحكيم في مباراة الذهاب كان أكتر من رائع وأكتر من ممتاز من فضل الله سبحانه وتعالى. الأهلي ليس لديه إصابات الآن إلا إصابتين فقط لا غير، حمزة علاء حارس المرمى عنده التهابات في الحوض والتهاب في العضلة الضمة، وغالبا هيكون خارج القائمة، وده بيفتح الباب للتساؤل هل محمد الشناوي حارسنا الكبير هيكون موجود في القائمة أم لا، لأنه مفيش غير مصطفى مخلوف هو اللي موجود ومسجل. هتبقى القصة شكلها عامل إزاي ده هنشوفه خلال الساعات القليلة المقبلة. والأهلي معتاد إنه بيبقى معاه ثلاث حراس مرمى في القائمة، ولا إيه اللي هيحصل؟ الأمر شديد الصعوبة ومباراة في غاية الحساسية، وعلى لاعبو النادي الأهلي أن أو على لاعبي النادي الأهلي أن يحذروا من المفاجآت مرة تانية وثالثة ورابعة وعشرة، هفضل أقولها لحد ما المباراة تنتهي على خير وربنا يكرمنا. أديك شايف إمام عاشور في التمرين بحالة جيدة، كريم فؤاد بحالة جيدة، بحاول ألقط كده بس المصابين، شغل أهو موجود مع إمام، معنوياته عالية جدا، حسين الشحات بيرتدي قناع، كوكا موجود في الصورة أهو بحاول ألقط لكم بس، أدي أليو ديانج أهو كمان موجود قدامي، اللي بحاول اللي بشوفهم بس بقول لحضراتكم عليهم، بالإضافة لكل نجوم الفريق، أدي أكرم توفيق موجود أيضا، كل الناس اللي كانوا مصابين، كل الناس، أدي عمرو السلية، رامي ربيعة، مودست، طاهر، كل النجوم، محمد مجدي أفشة. الأمور محتاجة منتهى الجدية ومنتهى الإصرار من أجل الوصول إلى نهائي كأس أفريقيا. التاريخ في انتظاركم، ادي كريم نيدفيد كمان موجود، احمد عبد القادر موجود، رضا سليم موجود، عينيا لسه بس ما جابتش حسين الشحات حتى اللحظه دي، وما جابتش كمان مروان عطيه، ادي اسامه ابو علي موجود، ادي كل اللعيبه موجودين. ربنا يوفق يا رب ان شاء الله ويكون النهائي طرف النادي الاهلي. خلينا برضو نشوف جزء من تدريب الحراس، ادي مصطفى مخلوف مع ميشيل يانكون، وادي ايضا محمود الزنفولي، والاثنين التانيين بيبقى الشناوي وشوبير موجودين بيكملوا، ادي شوبير وادي الشناوي، وادي الامور مبشره جدا الحمد لله والشكر لله بالنسبه لمحمد الشناوي، الامر اكتر من يعني مريح، يا رب ان شاء الله باذن الله بالتوفيق. تعال نشوف نجوم النادي الاهلي قالوا لنا ايه.